توصفوهم بكده. لكن بعد ما قبل ما تكمل دي عشان بس الكابتن مؤمن عندله مفاجاه لطيفه يعني. هو بيقول لك جمهور الاهلي 70-7-3 بس منهم ناس بيقول لك مالناش في الكوره. انت عارف الشركه اللي لما جت الصله تاخد العقد كلفت شركه اجنبيه انها تعمل لها بحث على عدد الجماهير وانتماءاته. فقالوا ان حاجه و70% حوالي 80% من الجماهير بتحب كوره. ها؟ من الجماهير دي يعني طلع حاجه و50 مليون بيحبوا الكوره. يبقى احنا طلعنا او اللي ليهم في التشجيع، يبقى احنا طلعنا الناس اللي ما بتشجعش. هم عملوها بين الناس اللي بتشجع. فالناس اللي بتشجع طلعت النتيجه 76 مش عارف ال 24 صحيح. هجيب لك الرقم الحلقه اللي جايه. طيب